المشروع كالتالي. احنا عندنا مجموعه من التطبيقات، انا بفكر لا تكفي فكره حسن، احنا عندنا مجموعه من التطبيقات اللي موجوده على اجهزه الجوالات والايفون. كيف احنا نختارها للمعلم؟ بناء على معايير اللي هو سهل الاستخدام، سهل التصميم، مجانا، يدعم اللغه العربيه، وله علاقه بالعمليه التعليميه. بعد ما نختار البرنامج نقوم بتصميم حقيبه تدريبيه. الحقيبه التدريبيه يمشي مع المعلم خطوه بخطوه كيف ممكن يستفيد من البرنامج ويطبقه، حتى كيف يسحب اسماء من نور مثلا. تمام. بعد ما نختار الحقيبه التدريبيه يدرب المعلم، ننتقل معاه الى الفصل ونشوف كيف اثر التدريب عليه. التطبيقات اللي اخترناها صنفناها بناء على انه الحقيبه البرنامج يكون فيديوهات تعليميه، يعني ينتج المعلم فيديو، إدارة صفية زي البرنامج داخل الكلاس تيجو، يعني زي كذا مثلا المعلم أول ما يدخل الفصل يشغل الجهاز، مجرد ما يشغل الجهاز يلاقي الطلاب أمامه بيضغط على الاسم ويعطيه درجة أنه هو شارك، أو يضغط على الطالب الثاني ويحتاج أنه مشاغل. سلوكيات، إدارة السلوكيات في الفصل، وطبعا حيكون على الجهاز ونقاط give and take، يعني يعطي للطالب ويأخذ من الطالب، ففي تفاعل في الفصل وفي حماس. هذه إدارة صف، هذه إدارة صفية، هذه واضحة، هذه واضحة. ثم ننتقل إلى عمليات اللي هو الفيديوهات التعليمية، كيف ينشئ المعلم فيديو، مقطع فيديو يوضح بي يوصل بي فكرة في 20 ثانية، يعني مو يجيب مقطع فيديو احترافي. كل البرامج اللي نحاول إننا تكون بسيطة وسهلة التصميم زي ما اتفقنا في المعيار، ما أقدر أدربه على أدوبي بريمير وأدوبي إلستريتور والبرامج الكبيرة، لا، أدربه على حاجة بسيطة، الهدف ينتج. تمام. بعدين اخيرا عندنا الاختبارات الالكترونيه، كيف يصمم اختبار وكيف يشتغل. ممتاز. كم له من سنه في مكه؟ لنا سنه ونص الان، سنه وهذا الفصل. نعم. انت مشرف وش؟ مشرف تدريب. يعني مدرب وش؟ عبد الرحمن. اي عبد الرحمن. حلو حلو. تمام. برنامج جميل بصراحه. ويلكم. هاي. ويلكم. ابو مخنات هير. Abdul Mohnat, the CEO of IDEB. Is it MOE you're talking about? Ministry of Education. This is Ministry of Education. No, Abdul told me to come here. Mohnat, the CEO of IDEB. IDEB? Yes. This is not IDEB. Ah, okay. But what stand number is this? This is a stand for Ministry of Education. Ah, that's it. Okay, so they are C10 is where? The C10. Yeah. C10, I think this way. But if you go this way, you can see there is an information table there. Yeah, you can thank ask you so much. Yeah, welcome. ما في ناس من المعرض كله كان من برا. لا والله. غريبة. المفترض يكون. شوف الناس تسأل قبل شوي وين شركة تطوير.